مالك بس انا حالك زعلان؟ احمد لا مدد جامعة ايه يا احمد؟ هو لازم حضرتك يا ريت اعرف عايز انا لو مش هتعرف جامعة دورمون يا فندم جامعة دورمون طب مالك زعلان كده ليه يا احمد؟ لا يا فندم حتى جامعة جديدة وان شاء الله كلها مستقبل امين يا رب يا فندم امين ده بنت امين جبت السي في بتاعك يا احمد؟ يا فندم السي في بتاعك ايه؟ السي في بتاعك زي ده كده زي اصحابه فايل يعني مش شهادات الشهادات يا احمد هو هنجيب فايز على التوتو دي؟ على التوتو اتفضل يا فندم عرضنا عليك البتاعة دي هي دي اتشي؟ برضه؟ لا لا يا فندم انا بشرب كوز بقى اتفضل يا فندم ده السي في بتاعنا يا احمد؟ ايوه يا فندم طب ممكن برضه ايه عشان وقت الشهادات يا فندم؟ شهادات يا فندم حضرتك الشهادات ايوه يا فندم حضرتك بقى هجيب لك شهاداتي من اول ما بدات التعليم يا فندم هنشوف حضرتك مدى مؤهلاتي اتفضل يا فندم دي حضرتك شهاده خدتها من مدرسه طاموس الابتدائيه خدتها كنت الاول على المدرسه في الصف الخامس ابتدائي واتكرمت يا فندم حضرتك امضاء الناظر اهو عالي ده معاك شهادات ثانيه ايوه يا فندم طبعا دي يا فندم شهاده خدتها من مدرسه تحفيظ القران جزء عام حضرتك برضو انزل الشيخ تعالى مدرسه تحفيظ القران وحضرتك بقى يا فندم اكيد السي في محتاج صوره في طبعا طبعا يا فندم دي حضرتك صورتي يا فندم وانا صحيح الصوره يا فندم صغير يا فندم ما شاء الله يا فندم بقى ايه الصوره دي حضرتك كنت انا راجع من ايه من مدرسه من خمسه ابتدائي وايه طبعا انا بقى ناجح وطالع الاول ماما قالت لي خد ودي ايه الحديقه بقى يتصور وكده طبعا يا فندم انت عارف حضرتك بقى ماما قالت له ودي بابا بابا ما رضاش يوديني فماما اتعاركت بس وداني بقى فداني انا صورت الحديقه يا فندم وصلنا بص الناس حضرتك يا فندم الاسد ورايا حبيبي بس ده مش موضوعنا يا احمد انا عايز الشهادات اللي انت خدتها بعد ما خلصت الجامعه بتاعتك ايوه يا فندم الشهاده بتاعت الجامعه ما هي دي اخر حاجه بقى يا فندم خدتها ما اهتمتش بيها حضرتك يعني عارف ان الجامعه كلها بالشهادات بس دي شهاده الجامعه يا فندم وفيها كل التقديرات وكل الجي بي كتاب بتاعتي التوتال جي بي بتاعك يا احمد 1.7 يا فندم 1.9 1.7 تمام طب ما خدتش اي شهادات ثانيه يا احمد يا فندم مش مكفيينك دول حضرتك بقول لا دي من بعد الجامعه ما خدتش اي حاجه غير الشهاده يا فندم ما بهتمش انا بالحاجات دي يعني الشهادات دي بالنسبه لي ما تعتبرش حاجه يعني اهم حاجه عندي بس انا دماغي انا بفهم يعني اهم حاجه ان اكون فاهم عندك باك جراوند حلوه جدا يا فندم عندي باك جراوند وباك خلفيه وباك كل حاجه كل حاجه ايوه ثاني بس حضرتك كده انا الحمد لله مأهل نفسي وانا ما جيتش الشركه الا ما اتاكدت ان انا فعلا استحق وجدير ان اكون هنا يعني انت شايف كده احمد انك انت ان شاء الله يا فندم انت تشتغل هنا في الشركه طبعا عامة هسألك سؤال صغير كده ماشي قبل ما نخلص يا فندم الأسئلة دي أنا بقول لك فاهم بالجيولوجيا يا فندم بقول لحضرتك أنا أعرف دلوقتي اتفضل إيه يا أحمد أهم مناطق الفوسفات والذهب في مصر؟ أهم مناطق الذهب في مصر يا فندم؟ الفوسفات والذهب الفوسفات والذهب حضرتك انا هتكلم على الذهب بس لان الذهب يا فندم هو حاليا زي ما حضرتك عارف اكيد ودارس هو اصبح الموثوق الاول العالمي في الدوله العالميه خالص فطبعا يا فندم ايه حضرتك فاهم فيا فندم الذهب اماكن الذهب في مصر في الساغه يا فندم شكرا للاضافه والله يا اماكن الذهب حضرتك انزل الساغه يا فندم هتلاقي جميع انواع الذهب بس عايز اقول لك الذهب على حضرتك وحضرتك اكيد يا فندم عندك ماشي يا فندم ده في الساغه يا احمد في الساغه في اي اسئله ثانيه يا فندم؟ لا طب حضرتك يا فندم ممكن اعرف بس ايه مؤهل يعني هقبل ان شاء الله الشغل ولا ايه؟ لا ان شاء الله انا ما اتكلمك يا احمد يا فندم انا حاسس ان حضرتك مش معجب بيا لا 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 بس حضرتك انا لازم ثانيه واحده انا ما انساش الوقت ثانيه واحده انا لازم احكي لك يا فندم عن بطولاتي وعن انجازاتي يا فندم انا في مره وانا في ثالثه كليه قلنا حضرتك قلنا حضرتك الرحله يا فندم الرحله دي حضرتك كانت للفيوم وطبعا حضرتك الفيوم فيها صحراء وفيها ايه يا فندم جبال وصحاري وكده وانا ماشي يا فندم في الصحراء سبت القطيع بتاعي سوري يعني قصدي سبت الناس اللي انا كنت ماشي الجروب اللي معاكم ايه المجموعه اللي انا ماشي معاها وفضلت ماشي فندم انا طبعا يا فندم انا عارف انا استكشافي وبحب الاستكشافات فبندم فضلت ماشي باين عليك ايوه فندم طبعا فانا طبعا عشان بحب انا طبعا غيرهم هم مش بيفهموا ماشيين وخلاص مع الدكتور انما انا فندم بحب اطلع لوحدي فمشيت يا فندم في الصحراء فوانا ماشي يا فندم في الصحراء طلع لي اسد اسد يا فندم اسد كبير يا فندم وانا وحداني طب اعمل ايه؟ قويني يا رب اعني يا رب رحت البيت جبت المطوة الارض غزال مش جاكيت الجنس ابو مية ابو مية طبعا يا جماعه زي ما احنا عارفين ان اي عمل
اكيد بكل هدف. واحنا زي ما شفنا في السكتش بتاعنا النهارده ان احنا عرضنا اربع انواع لعدد من المتقدمين في احد الشركات، تمام؟ زي برضو ما عرفنا من خلال السكتش ان الفرق بين امكانيات كل متقدم ومتقدم هو ده اللي بيفرق. مش مهم جامعتك ايه، مش مهم تقديرك ايه، لكن المهم تخطيطك لمستقبلك، تحديدك لهدفك. ويا ريت نكون افدناكم النهارده. شكرا.